المتابعة، شركة فري فاير قررت انها تدخل الشراكة. شراكة فري فاير واخيرا صارت على الابواب. لانه بكل اختصار يا عزيزي المشاهد، اليوم شركة فري فاير ارسلت لي الرسالة كالتالي على الواتس اب. بصراحة في سؤال حاب اني اجاوب عليه قبل ما نبلش باي اشي في هذا المقطع. ليش انا ما دخلت الشراكة مع فري فاير للان؟ متطلبات الشراكة كلها عندي، عندي 1.5 مليون مشترك، وايضا كمان عندي كل مشاهداتي عالية. اي شخص عنده هذه الاشياء على طول شركة فري فاير بتدخله على الشراكة، بتعطيه بانر واكواد وجواهر، وبصير يوزع على المتابعين، واصلا هو كمان بصير يستفيد وكمان بوسع المحتوى تبعه. يوم من الايام يا عزيز المشاهد، للاسف انا عملت حمله ضد شركه فري فاير. كانت الحمله تقريبا على التيك توك. شو ما كان سبب الحمله انسوا، يعني ما بدي اتذكر، بس انه كان فعليا غلط كبير اني انا عملت هيك شيء. فيعني كانت الشركه بدها تساعدني، فانا مش عارف شو كيف وصل لكم رساله، بس عجبت الدنيا. مثل ما انتم شايفين اليوم وصلتني هذه الرساله على الواتساب من شركه فري فاير، يعني الفرصه النهائيه انه انا ادخل لبرنامج شركاء فري فاير. اذا حابب انك تفيدني يا عزيز المشاهد، شاهد المقطع كامل وشوفوا شو راح اطلب منكم خلال هذا المقطع. وبرجع بحكي لكم، شاهدوا المقطع كامل يا عزيزي المشاهد، لا تنسى المقطع كامل. تمام يا ستر، مثل ما انتم شايفين حساب جارينا الرسمي على الواتساب بعث لي رساله. مثل ما انتم شايفين بالبدايه كتبوا لي رساله: مرحبا زين، يسرنا ان نتقدم بتقدمك في محتواك الذي يلفت انتباه الكثير. اوه جارينا، والله يا اخوان صارت تتغزل باليوتيوبرات القويين والحركات، وانسى. خلينا نكمل. هل انت جاهز للدخول الى برنامج شركاء جارينا فري فاير؟ نعم انا جاهز، ارجو التقدم بهذه التحديات البسيطه لك كصانع محتوى. طبعا هم كل فترة بطلبوا من واحد من اليوتيوبرز تحديات وبنزلها عنده على قناته باليوتيوب، واذا خلصها بكون له جائزة. عرفتوا كيف؟ فانا اليوم جائزتي اني اخذ الشراكة. عشان هيك يعني اذا حابين انه انا ادخل الشراكة عليكم بهذه التحديات. ليتس جو. في البداية نطالبك قبل الدخول الى برنامج شركاء فري فاير مقطع فيديو خاص. طبعا هذا الاشي اللي خلاني انزل هذا المقطع. وثاني شغلة يا سطير، اللي هي لازم نوصل هذا المقطع لل 200,000 لايك خلال اسبوع واحد فقط. ايش؟ الا 200,000 لايك، هذا عن جد طلب الشركة 200,000 لايك، أنا بعمري ما وصلت 200,000 لايك. يا أساطير كنا نجمع عدد لايكات على مقاطع من المقاطع داخل القناة. رقم ال 200,000 يا أساطير متعودين عليه داخل القناة، لدرجة إنه أصلاً في عنا مقاطع يا أساطير واصلة لل 260,000 لايك. مستحيل يا أسطورتي من هلا أسبوع ما نوصل هذا المقطع لل 200,000 لايك، لازم نوصل هذا المقطع يا أساطير لل 200,000 لايك. عشان هيك يا أسطورتي إذا حابب إنك تشوفني داخل شركة فري فاير، اضغط زر اللايك وانشر المقطع بكل مكان. خلوا كل الناس اللي بتعرفوهم يعملوا زر اللايك على هذا المقطع، نوصل هذا المقطع بأسرع وقت 200,000 لايك يا أساطيري. وحتى لو ما وصل لل 200,000 لايك أنا فخور فيكم. ثاني شغلة طلبتها مني الشركة إني أوزع هدايا على المشتركين، وأتوقع إنهم طلبوا مني هاي الشغلة عشان يشوفوا مدى الكرم أو إيش ممكن أنا أعمل بالأكواد أو الجواهر اللي أنا ممكن إني أخذها لقدام. دخلت بصراحة اليوم يا أساطير على حساب دراجونوف، فقلت يعني أنا ما معي جواهر، فما إلنا حل إلا دراجونوف، وراح أفتح تيم كود وراح أدخل المتابعين ويختاروا أي هدية بدهم إياها. كيفك يا أسامة، شو أخبارك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ كرانت بخير. صح الدنيا عيد، المشكلة أنا بنسى كل الأيام. وانت بألف خير يا بعد قلبي. انت شفتني وانا داخل شراكة ولا لا؟ مبروك. مبروك. انت طلعت حمار وتعرفش تقرأ، مش حسابي هاد، بس ان شاء الله نفوت شراكة. المهم راح اوزع هدايا اليوم، عرفت؟ فاطلب اي هدية بدك اياها. هدايا؟ دقيقة، شو نسيني ونسى كل الموضوع، ونسى انه انا اصلا ما واقف مع السكواد، وركز بالهدايا. يلا ركز، ركز بالهدايا، ركز، كل واحد بركز بأهداف. نقي يما نقي بسرعة. ايش جحش طلي؟ البلوز لونها زي جرافيتا هيك، جاي على شكل القميص الاحمر ولا الاخضر؟ في الاخضر، في الاحمر. آه ايوه احمر، احمر خلاص. ليه احمر؟ يلا روح احمر زي، روح احمر من هيك ما فيه. شكرا شكرا لك والى انت هسه بتصور صح؟ ولا بالسلام عليك، كيفك يا اخوي؟ الحمد لله. يا عمري يا عمري، من وين انت؟ انا من سوريا حلب. ارحب، هلا والله. كل واحد يا اخوان يكتب لنا تحت بالتعليقات هو من وين بتابعنا. كم جمعت عيدياتك انت بالعيد؟ بالعيد كم عيدية؟ 40,000 50,000. اها، مشان الله انت شحن لي، انت شحن لي بالله عليك. لا لا سوري طبعا، مو غشي. ايوه بفكر بالدولار، الدولار بيقبض قبل. البنطال الزهري تبع القلب. البنطال الزهري، وهيدي هي قوة التركيز، والرب يبارك الجميع. وصلتك الهدية؟ شكرا شكرا يا زين، شكرا. ثانك يو بنك مصر، أيها الحب القوي الذي بيننا. إن شاء الله يا رب تدخل الشراكة يا رب. بدك شي يا زين؟ كيفك يا أسد؟ والله مشتاق لك أخوي زين. يا عمري يا أسد، كيف العيد معك يا أسد؟ والله مرتب، كل عام بخير صح؟ ليش لابس شخصية بنت ناقصك حنان؟ كم جمعت عديات بالعيد؟ يا أخوي إحنا ما نجمع عديات، إحنا على الله يا أخوي.
والله انت اول متابع على قيمة باخذ هدية اليوم، انا بدعطيك هدية اليوم. هذا الرقصة معلم مني لك هدية بمناسبة انه دراجونوف اعتزل. صحيح يا اخوان، معقول دراجونوف اعتزل ولا محضرين لنا مفاجأة؟ بعد ما ارسلنا هدايا للمشتركين يا اساطير، هالساعة الطلب الثاني اللي هو اذا كان لديك جمهور قوي، وكاتبين بين قوسين اللي هو تعليقات تدل على ان الجمهور يطالب بدخولك للشراكة. يعني يا عزيزي المتابع سهلة كثير، انكم تبعثوا مثلا لصفحة الشركة انكم بدكم زين يدخل الشراكة، او الشغلة الثانية انه اصلا الشركة راح تتابع هذا المقطع، لذلك تعليقاتكم مهمة جدا. التحدي اللي قبل الاخير يا اساطير اللي هو العب ضد 4 اشخاص فقط بنسر الصحراء، وبالاخر كاتبين لي الفوز مطلوب. هذا التحدي يا اساطير اتركوا لي، انا راح العب ضد 4 اشخاص وبنسر الصحراء. يا حبيبي 4 اشخاص، لا بطلت عرفت 4 اشخاص وبنسر الصحراء، كيف الطريقة؟ نكون صريحين شوي، من أحلى الأشياء فعلياً إنه شركة بحجم فري فاير تطلب تحديات يعني من يوتيوبرز، فلازم نخدم هذا التحدي يا أساطير. طبعاً ضدي 4 أشخاص ويعني دخلوا معي ما بعرفهم، بس بصراحة يعني أكون معكم صريح، أنا كتبت لهم إنهم ما يهجموا 4 مع بعض، فعلياً يعني يهجموا 2-2 بس. خلينا نظبط الإيم، أيوة، وتعالوا علي. يلا اوكي، اول جوله يا سلام على السريع، اول جوله يا سلام. زين اعمل لهم جو حماسي بالبدايه تبعت الروب. تنساش تعرفي يا اخوان شو اكثر شغله انا خايف منها بصراحه من كل هاي التحديات؟ يعني كل هاي التحديات بصراحه انا ما اقدر عليها الا تحدي واحد، اللي هو انه نوصل المقطع لل 200,000 لايك. واكون معكم صريح، بعرف انه في كثير يوتيوبر لا اجاني تحديات من الشركه وبتعطيك نصهم يا اساطير يعني لهم على الكذب، عرفتوا؟ بس يعني كيوتيوبر انا عندي 1.5 مليون وبحكي لكم هذا الحكي، لا يعني بعد كل هالتعب هذا فعليا لازم نوقف كلاتنا ايد واحدة مع بعض ونوصل المقطع مش بس 200,000 لايك، واكثر كمان من 200,000 لايك يا اساطير، لا فعليا انشروا المقطع باي مكان، اي مكان ارسلوا لكل اصحابكم، المهم نوصله خلال اسبوع واحد فقط 200,000. وانتوا كمان ضلكوا تفقدوا مثلا اذا بنوصل، يعني مثلا اليوم انتوا دخلتوا على المقطع، ارجعوا مثلا بكره ادخلوا على المقطع وشوفوا مثلا كم راح نوصل المقطع لايكات، عرفتوا؟ وشوفوا اذا ما وصل خلال اسبوع واحد 200,000 لايك مش راح ندخل شراكه، يعني اكون صريح معاكم. فارجع اليوم بكره بعد اسبوع شوف المقطع كم وصل عليه لايكات يا اسطورتي، واذا بتقدر انك تنشر المقطع بكون ممنون، والله بتكون اسطورتي. تحدي نسر الصحراء يا اساطير بالنسبه لي يعني سهل جدا اني العب ضد 4 اشخاص بنسر الصحراء، مش سهل كثير يعني، ممكن يعني باي وقت انه ترجع تجرب هاي درع راح ضايل اخر 2. تمام، لا سكر حاله بالثلج، لا لا كيف قتلني؟ بربره، والله بربروني، صار بربر شفتوا؟ انا قاعد بحاول قدر المستطاع اني احاول انزلهم نقطه، هذا شو بيسوي فوق؟ عشان قلت لهم انا بالبدايه انه اهجم 2-2 بس. اوكي يلا تعالوا، خلاص وقعت هذول 2، تعالوا 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 تعالوا، اخر 2 لازم هالساعه تفوت علي. انا افنشهم ولا بساعدوا بعض؟ تعال 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 على السريع، اعطيني راسك. يا بيبي يا بيبي. يا اخوان قسما بالله اني يمكن اكثر من اسبوع ما دخلت على اللعبه ولا لعبتها، بتصدقوا؟ والله العظيم حتى ناسي كمان كيف كنت العب. هلا وا زلا وا، والله يخرب بيتك يا كلخنز، من ورا كلخنز بطلت اعرف العب، تعال بطلت اعرف اجيب هدات من ورا كلخنز، ابلع انت ليش ما لا انزل تحت راح اموت انا. زول اكل اصفر يا اخوان، ولا انه زول يسكر علينا يعني انتشر بالزول وموت بالزول، لا مستحيل. معلش يا اخوان بدي بربر هذا بس لانه فجرني بربره، بس على البدري عشان ما اخسرش الجوله. هلا وا زلا وا، كيف طلع؟ شفتوا في درج الكتروني، درج الكتروني طلع فيه ولا كيف؟ يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده، على السريع على السريع على السريع، لا تعطوني اكسجين، على السريع لازم تهجموا. ايوه لازم، صار يسكر هذول الاثنين غلبوني كثير، كيف بدي اقتلهم هذول؟ لا بديش العب اصفر، المشكله خلص بدي اجيب كلات احمر. يا لطيف تعال بربره، تعال شبعك حبك بيدك دلال، تعال يا ابن الحلال، كله اصفر كله اصفر. هذا شو بيساوي هان؟ ايه الماوس مش راضي يرفع، في شي غلط بالاعدادات والله، قسما بالله في شي غلط بالاعدادات والله العظيم، الماوس مش راضي يرفع الايم. انا كويس اللي مت، استنى خلينا نظبط الاعدادات شوي. ولك وقف ولك وقف، وا
وراك وقف. يا الله يا اخوان قد ما لحقت ورا، لفيت الدنيا كلها ورا وهو لف الخريطه كلها لف وانا بلحق وراه. سربرايز جاد بيبي. يلا الاثنين اللي قاعدين مكبرين هذولاك بيستنوا فيا. انت ليش مكبر ليش؟ يا صار بربرو، لا بالله عليك لا تبربر، بالله عليك استنى خل العب بدم. استنى 3 داون. يا رب بس ما يساعده يا رب. انا قلت لهم ولا ما قلت لهم ولا هو المفروض انه ما يساعد صح؟ المفروض على السريع بالله عليك. لا جابني هيد شوت، والله جابني هيد شوت. الزون سكر، الزون سكر وهو بيسكر كمان معي مع الزون. يعني وين نروح بالله عليك؟ وين نروح يا غبي وين نروح يعني وين اروح مش فاهم انا وين اروح. هذا فاهم الروم غلط بلعب غماي ولا ايش؟ شفتوه بطخ عليه بهرب قاعد. السلام عليكم. شو بتسوي الاربعة هام يا شباب؟ شو بتتفقوا من يهجم علي ولا حتركون لحالي هذول؟ لا الكلب ساعد صاحبه. ليش تساعده ابن عصفر؟ ليش يساعدك؟ ليش روح على الزون. تعال ليش تخليه يساعدك؟ ليش انت ايش بتسوي هان يا اخي؟ قسما بالله يا اخوان اغبى اربعة بلعب معهم في حياتي الله. هذا طب ايش يسوي الزون بسرعة؟ ايش يسوي؟ الاخير هذا بدي يقرفني. بالله عليك موت، بالله عليك الزون. لا بالله عليك بالله عليك دم صفر. بالله عليك لا هذا بسيط عصافير. ليش شكلهم دقوا ببعض من يهجم علي اول؟ بس ليش هيك متخبيين كلياتهم؟ وينهم؟ الله اكبر. اللي بعده. لا اطلع خل نظبط اللقطه. اطلع يا زلمة خلنا نظبط اللقطة. لا تطلعش خلاص تطلعش. انا مسامحك لا تطلع خلاص. خليك شوي. ايوه خلي الزون تبلعك. بلع ابلع مين خصمه وبعدها من مش طايقات. بس غريب يا اخي انا قتلت 3 ولا قتلت 4؟ جبنا البوية قسما بالله يا اخوان ما انا منتبه. كم كل؟ يو 34 كل. 34 طبعا مش كلهم هيتشوت يعني. شركة فري فاير بالنهاية طلبت مني شغلة يا اساطير، طبعا مثل اي يوتيوبر راح يدخل بالشراكة. تحديد مطالبك في نهاية المقطع الخاص بك اللي هو عدد الجواهر، عدد الاكواد وهدايا المشتركين. عرفت كيف؟ يعني انه انا اطلب ايش بدي مثلا لما ادخل للشراكة، يعني كل اشي يكون لكم انتم. ولكن بصراحة انا اكثر اشي مركز عليه هو انه انا لما اوصل 2 مليون مشترك انه بصراحة حطيت عيني على 2 مليون جوهرة يكونوا داخل حساب وناطي الحساب هذا لواحد من المتابعين. كأكواد طبعا الأكواد كلها راح تتوزع عليكم داخل حساب الانستغرام وأيضا داخل قناة اليوتيوب. فإذا أنت كمان يعني لسه مش مشترك بحساب الانستغرام انزل واشترك، بتلاقي الرابط أسفل في صندوق الوصف. وصلنا يا أساطير إلى نهاية هذا المقطع. برجع بذكركم 200,000 لايك أهم من كل المقطع. اللي وصل لمشاهدة المقطع كامل زي هيك انزل واكتب لي بالتعليقات إنك شفت المقطع كامل، ضروري جدا. وراجعين لتنزل اليوم بإذن الله يا أساطير. كل عام وأنتم بألف خير ودمتم في رعاية الله.